أنا نازلة هنايا بالسجن المحلي عين الصباح جوج الدار البيضاء، محكومة بمدة ديال 18 شهر. عندي مستوى دراسي بكالوريا، وعندي عندي ديجا اون فورماسيون، ان ديبلوم ديال فلو دومين دوتيلغي. و بيسكو انا هنايا قررت ما نحبش لي زيتود ديالي، كان ان شاء الله انني ندفع الفاكولتي، وقررت انني ندفع البكالوريا الاحرار، وماشي غير انا بوحدي، كاينين نازلات بزاف بوغ ريزون الواحد انه يكمل قرايته. اذا كتب على المكتب ودخل هذه البلاصه اي واحد يقدر يطيح في هذه السيتوياسيون سور لا موندر دي شوز، يقدر انه يكتب عليك ودخل هنايا، كيبقى قضاء الله وقدر. il faut pas rater des occasions qui jiwna hnaya و faut toujours voir le bon côté des choses. سا دير با كحنا يكتب علينا هذا الشيء خصنا نبقاو جالسين مربعين يدينا، مي الواحد يعمر وقته بقرايه، ب يقرا في كتب. بيان سور لقينا دعم الاداره هنايا، وهما اللي هما كانوا هما الاساس اللي طرحوا علينا اننا حنايا نكونوا من المتبرعين ديال الباكالوريا الاحرار. شعبة الأدب علوم إنسانية، والامتحانات الامتحان كان مزيان الحمد لله، سيتي على بوسيبيليتي دو تو الموند. كان شويه ديال المشاكل لانه بالسبب ديال لو فيروس لو كورونا ما قدرناش نبقاو دائما متجمعين بخباغي، وحنا نازلات مع بعضنا اونصومبل، مي كل واحد دار اللي عليه والكمال على الله، واسبيرون نكونوا ان شاء الله هنايا من الناجحين وناخذوا ان شاء الله بين ميور نوت. الدروس كنا كناخذوا خدينا 20 سور 20، جابوه لي الوالدين ديالنا، ومنين كان كيخصنا دي كور كنا كنطلبوهم من الاداره وهما كي امبريميو لينا. بالنسبه للكلمه ديك الاخر يعني اللي كيشوف السجن بحال واحد الغرفه زنزانه سوداء والظلام والشمس ما كايناش، يعني شنو ممكن نقول للاخر؟ كيف ما قلنا faut toujours voir le bon côté des choses. دائما نشوفوا الحاجه بالكوتي بوزيتيف وماشي نيجاتيف ديالها. اكثر حاجه كنتحرموا من الناس الحريه اللي ما عندهاش ثمن، ما تقدرش تشريها ولو بمال الدنيا، حتى النهار اللي يقدر عليك سيدي ربي وتخرج. ولكن فيسكو كتبقى كتلاقى بناس طيبين، كتجلس معاهم، عندك كور كتخرج له كدور شويه، عندك زياره كتشوف لي بارون ديالك، عندك اون سال داكتيفيتي كتجلس فيها كتبريباري، كتاخذ دي رومون دي كتب خاصينك، ما بون كاينين بزاف د الحوايج. كاين مي بيان سور سي هادي التوبه.